استحضر العرض المسرحي نسيج الذي نظمه المجلس الأرمني الأرثوذكسي في الأردن دور الرعية الأرمنية في المساهمة بتأسيس الدولة الأردنية. جاء ذلك خلال العرض المسرحي الذي رعاه وزير الثقافة علي العايد وقدمه أبناء الرعية في المركز الثقافي الملكي بعمان. واشتمل العرض على دبكات أردنية ورقصات مستوحاة من الفلكلور الأرمني ومغنات بعنوان يا أردن يا وطن الكل جبينك عالي رح يضل